ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هتكلم على توقعات الاسبوع الاول لشهر اكتوبر لعام 2020 لاصحاب برج السرطان. برج السرطان عندنا الاسبوع الاول هيكون فيه بعض التغييرات، عندنا شوية الدنيا معانا هتكون للافضل، وفي بعض الاوقات كده اللي هحذر فيها. عامة هو التحذير ليه علاقة بالوضع الصحي اكتر، لان عندك صحيا وماديا، يعني التحذير في الاسبوع الاول صحيا وماديا، ولكن عندنا امورنا الباقية او امورنا الحياتية لا هتكون في انفرادات شوية. عندنا من الناحية الصحية، خليني اقول التحذيرات الاول. من الناحية الصحية عندك ارهاق، عندك ارهاق من كتر التفكير، عندك موضوع مربك شوية، يمكن عندك شكوك اكتر، بتشك في الشريك، بتشك في شخص ما، بتشك في حاجة، حاسس ان انت ممكن، على فكرة هو عندك شكوك، ولكن الشكوك دي هي بتكون لها علاقة بان انت ممكن تظلم اللي قدامك او مرحلة وهم، فخلي بالك جدا جدا ان الشكوك دي مش في محلها او اغلبيتها مش في محلها. عندك ده كله بيأثر على الوضع الصحي، انت بتتأثر بيه، بتهمل علاج، بتهمل صحتك، بتهمل نظام غذائك، بتهمل المشروبات بتاعتك، فعندك ده بيتأثر كتير بيه. طيب برج السرطان عندك الوضع المادي، حاول ان انت ما تجازفش ماديا خلال الفترة دي، لان المجازفة فيها خسارة. عامة تعالوا نتكلم على الوضع المهني. الوضع المهني عندنا هيكون في انك يعني عايز تكون افضل، عايز تكون احسن، عايز ان انت تزدهر بنفسك، عايز ان انت تعمل اي حاجة عشان خاطر توصل لحلمك، او توصل ان انت تكون مركز قوي، عايز ان انت تنبهر بنفسك قدام ناس جرحوك، يعني عايز ان انت تكون لا انا افضل، انا احسن، انا هكون كويس جدا. بس انت متأثر كتير، انت نفسيتك مش حلوة الفترة دي. عندك الدنيا هتتحسن امتى؟ احنا قلنا في التوقعات الشهرية هتكون على اخر 10 ايام، لكن في خلال اول اسبوع الدنيا متقلبة شوية. بس انت عندك، لو خلينا بالنا احنا الدنيا هتكون في تحسن او الدنيا افضل. طيب عندك قلنا ان الوضع النفسي مش احسن، لان هتحس ان بعض الناس واقفين ضدك او مش واقفين معاك، انت حاسس مفتقد ناس حواليك، مفتقد حد بيديلك الاهتمام، مفتقد حد ان انت بتحس بالاطمئنان لما يكون هو على صلح معاك، على كلام معاك. عامة كمان يا برج السرطان عندك الوضع المهني زي ما قلت، عندنا ان احنا نتطلع ناحية الافضل، عندنا عايزين نكون احسن، وعشان كده قلت ما تجازفوش ماديا، لان ده ممكن يخليكم تجازفوا ماديا. بس عندنا في الخلاف ده كله ان عندك اشخاص هيكونوا في المنطقة المهنية، هيكونوا بيتكلموا عليكم احسن، هيتكلموا عليكم افضل، عندكم انتوا حلوين جدا جدا في الكلام، يعني هيكون عندنا صحبة حلوة، بنتكلم مع اصحابنا معانا، في تواصل حلو ما بيننا وما بين الناس، فده هيحسن كتير من النفسية برضو شوية. في عندك انك تعرف تقدم على انترفيو، تعرف تقدم على شيء مهم في خلال الاسبوع الاول، يعني لو عندك حاجة عايز تبتدي فيها بدون مجازفة مادية هيكون عندك، لا ده بداية حلوة، فنستغل الفترة دي اذا كنت عايز تقدم على كورسات، تقدم على انترفيو، لانه هيساعدك كتير الفترة دي. طيب عندك كمان انك في موضوع شوية مربك، شوية ممكن يكون متعب، عايز تجادل وتناقش فيه، خلي بالك من الحدية بتاعتك وانت بتتناقش، لان برج السرطان على قد البرج الهادي الحنين جدا، ولكن لما بيجادلوا في موضوع بيصمموا، عندهم تصميم كده، عندهم بيزعلوا بسرعة، حساسين زيادة، تأثيرهم بيكون او التأثير عليهم بيكون قوي جدا جدا، فلازم ان احنا نخلي بالنا قوي قوي من حتة ان كلام يكون فيه حدة على الشخص اللي انا بتكلم معاه، يعني عندك قدرة على الجدل والنقاش لكن بهدوء، انت تقدر تتحكم فيها، انك تكون هادي، ما تبقاش مثير لاعصاب اللي قدامك، مهمة جدا جدا دي. برج السرطان عندك تعويض في شيء ليه علاقة بحاجة قانونية فاتت عدت، لكن لو حاجة قانونية حاليا متطلب منها تدخلات واوراق ومستندات وجدل ويوي، يبقى التزم ان انا اكون حيادي في النص، ما بقاش ان انا ما سلمش اوراق لحد، ما سلمش فلوس لحد، لانك هتسلم اوراق لحد يبقى هيمسكك من الاوراق دي، خلي بالكم جدا جدا. عندك مشكلة قانونية عدت هيبقى فيها حل، ما عدتش وانت لسه فيها يبقى تخلي بالك وتزيد حذرك في الموضوع ده. برج السرطان هو بص، هو بس اسبوع في الاول، على قد ما هو في حاجات ايجابية على قد ما هو مربك، مش زي الايام اللي جاية، يعني اللي جاية احسن. عامة برج السرطان كمان عندك الوضع العاطفي
هيكون عندك شكوك مع الشريك شوية، عندك ان انت محتار في موضوع، محتار في قرار، عندك في حب وعندك في زواج وعندك في موضوع خطوبة او شيء كلام متداول على خطوبة او زواج او علاقة عاطفية، عندك ده جدا جدا عندك، يعني ده شيء ايجابي. ولكن خلي بالك جدا جدا من طريقة انت انك تفهم غلط، انك تفهم الشخص ده غلط، لان المشكلة كلها مش مع اللي بيحصل لك يا برج السرطان، لا المشكلة كلها في ان انت عندك عصبية وعندك حدية في التعامل شوية نتيجة الافعال اللي قبل كده، وكمان عندك انك بتفهم بعض الامور خطأ، فده اللي مأثر عليك. احنا لو صلحنا الحاجات دي احنا عندنا هيبقى الاسبوع الاول ايجابي جدا على فكرة. طيب عامة الوضع العاطفي كمان على فكرة بالنسبة للناس المرتبطين، الوضع العاطفي في موضوع ما بينك وما بين الشريك مشترك هيخلي ان احنا نتكلم اكتر، يخلي ان احنا مرتبطين ببعض اكتر. انت لو حاسس ان الشريك مش معاك بعض الوقت، لا في الموضوع ده هيحسسك ان انت مرتبط بالشريك اكتر، لا الشريك جنبك يعني، فهتحس ده جدا جدا. برج السرطان كمان عندك فيه خبر حلو، عندك فيه شيء مهم، شيء سعيد، في بداية الانفراجات، بداية الانفراجات هو شيء سعيد هيحصل لك خلال الاسبوع ده. عندنا الوقت الجيد جدا هو اول الاسبوع واخر يومين، عندنا كده يومين في النص يعني بيلعبوا معانا شوية، لازم نكون حذرين فيهم في التعاملات مع الاشخاص المستفزة او اللي هم بيسيروا اعصابنا، لان احنا اعصابنا مش متحملة، فعصبية مع عصبية نخرب الدنيا، فلازم نخلي بالنا جدا جدا نكون هاديين. طيب عندك الخبر السعيد ده هيأثر على حياتك، هيأثر على حياتك وهيأثر على الناس اللي حواليك، لان هيخلي حاجتين، ان العيون تتسلط عليك بشكل سلبي وان اشخاص هيدعموك، يعني في ناس هتقف معاك جدا، في ناس هتساعدك، وفي ناس هينتقدوك، ناس هيكونوا حاقدين، يعني ما بين الانتقاد وما بين الحقد، خلي بالك كتير جدا جدا. طيب برج السرطان كمان من الحاجات المهمة كتير اللي انا عايزة اتكلم عليها هو الوضع الاجتماعي. احنا قلنا الوضع العاطفي هيكون حلو، في خطوبة، في زواج، في موضوع هيجمع الشريك. بالنسبة للناس المنفصلين في خلال الاسبوع الاول انتوا تعبانين من الانفصال، تعبانين من مشكلة الانفصال، وخاصة ان ممكن يكون في ناس على وشك الانفصال كمان. الناس اللي على وشك الانفصال هيكون لسه في جدل وحوار في الموضوع ده في خلال الاسبوع الاول، اما الناس المنفصلين هيكون عندك الشخص اللي سابك هيكون عايز يرجع، خاصة لو من الابراج الترابية، فده هيكون موجود، والابراج النارية المائية اللي زيكم، فلازم نخلي بالنا جدا جدا من التصرفات بتاعتنا عشان خاطر ما نرجعش بسهولة، لان انتوا عايزين ترجعوا فما ترجعوش بسهولة ارجوكم. عامة كمان يا برج السرطان عندك الوضع الاجتماعي هيكون في محاولات لصلح، محاولات لجر كلام هيجي منكم انتوا، ان انتوا عايزين تقربوا من اشخاص بشكل غير مباشر، يمكن انتوا متضايقين قوي منهم بس عايزين ترجعوا لهم، ممكن يكونوا دول حد من العائلة، حد من الاصدقاء، حد من بعض الاشخاص اللي احنا بنحبهم، فعندك ده جدا جدا. الوضع كمان العائلي في اشخاص عايزة تلتهم ميراثك، عايزة تاخد حاجة حقك، عايز طمعانين في حاجة تخصك جدا جدا، بعض مش كل طبعا، بعض من الاشخاص اللي هم زي اهلك يعني مقربين كتير، فلازم نخلي بالنا كتير جدا جدا على ممتلكاتنا، على اوراقنا، على حياتنا، على اسرارنا، لازم نخلي بالنا جدا جدا. برج السرطان يا ريت نخلي بالنا في خلال الاسبوع ده، ولكن هو اسبوع ايجابي، لو خلينا بالنا من الحاجات اللي اتكلمنا عنها هيكون اسبوع رائع وهيعدي وهيكون حلو. عامة انا بشكركم كتير، خليكم متفائلين، خلينا نكون ايجابيين، بشكركم مره تاني، ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس. سلام.